نادي الانتاج الحربي بيطالب ليه بقى؟ بيطالب باحتساب الست نقاط، وان هو اللي يلعب مباراه المباراه امام نادي منتخب السويس لوجود او لدفع، حسب طبعا ما قال نادي الانتاج الحربي في شكواه، لوجود احد اللاعبين اللي شاركوا في المباراتين مع نادي كهرباء الإسماعيلية، مزور في القيد ومزور في إجراءات طبعا، وبينتمي إلى وبيحمل جوازين سفر لجنسيتين مختلفتين. فخلينا نعرف التفاصيل ونقرب من المشهد أكتر مع سيادة اللواء أشرف عامر رئيس نادي الانتاج الحربي. سيادة اللواء برحب بيك وبتمنى لك طبعا وبتمنى لنادي الانتاج الحربي التوفيق. استاذ اسلام اهلا بحضرتك، ازاي حضرتك وازاي حضرتك طيب والاخوه المشاهدين كلهم بخير. ربنا يخلي حضرتك. يعني الشكوى الرسميه اللي انتوا قدمتوها، وهل هيبت فيها قبل المباراه؟ المفروض ان المباراه يوم 12، يعني يوم الاحد اللي جاي. يعني قول لي بقى التفاصيل حضرتك فيما يخص الشكوى. خليني بقول لحضرتك ان احنا طبعا احنا تقدمنا بشكوى رسميه في 30/4 لاتحاد الكوره انه نادي كهرباء الاسماعيليه اشرك اللاعب ممدوح وسيله باجراءات قيد غير قانونيه بما يبطل نتيجه المباراتين. انا شارك قدامنا في الذهاب والعوده، وكانت النتيجه في الذهاب كانت تعادل 0-0 والعوده كان 1-1. هذا اللاعب اكتشفنا ان هو مقيد بجواز سفر سيراليوني بتاريخ ميلاد 2003، ومقيد في تحت السن 2003، في حين ان هو يمتلك جواز سفر غيني بمواليد 97. هذا اللاعب الموسم الماضي حاول فريق اسمنت اسيوط انه يضم هذا اللاعب، وفعلا مضى معاهم، ولما طلبوا منه بيقوم اجراءات القيد بتاعته رد الاتحاد الغيني ان هذا اللاعب عنده مشكله في القيد بتاعه لانه مقيد عندنا في نادي في كوناكري بمواليد بجواز سفر مواليد 96 مش حتى 97، وان في اجراء في في في, في مشكله في اجراءات قيده يجب حلها، وبالتالي ما عرفش يستمر في صوتي ايده. الموسم اللي قبلها كان نادي اينا الرياضي نفس الكلام حاول يضم هذا اللاعب برضه نفس، وعلى فكره هيزيد ردود موجود على الاتحاد على سيستم الاتحاد المصري موجود عندهم. وهذا اللاعب اختبر في اكثر من نادي في هذا في بدايه الموسم ده بجواز سفر الغين اللي هو 96 اللي هو 97. فاحنا قدمنا كل الكلام دوت للاتحاد المصري في 3/4. قالوا لهم يا جماعه من فضلكم سرعه الفصل في هذه الدعوه قبل المباراه اللي هي اللي هتبقى مع نادي السويس. بالظبط وايدنا طبعا بعدنا كل الكلام ده بالمستندات وايدناه بكل ما يلزم يعني. وطبعا لحد امبارح ما جيش اي رد، طبعا خصوصا الوقت مش معانا، فبعت استعجال اخر امبارح لاتحاد الكوره وامهلت اتحاد مده، وفي حاله ان ما جاليش رد، وده رغم اني كنت متخيل ان الموضوع ده يكون عاجل يعني، والفصل فيه والبت في هذه الدعوه يكون يعني يعني بسرعه اكتر من كده، خصوصا عنصر الوقت مش متيسر يعني. ولكن مع الاسف حتى الان ما جاليش رد يعني، من رغم غريبه جدا يعني. غريب جدا. لا يعني يعني حتى لو هيرفض يا سيدي الشكوى بالظبط، ما تطلع تقول ان والله رفض الشكوى للحيثيات 1 2 3 بالظبط، والله احنا قبلنا ونادي الانتاج الحربي هو اللي هيدخل بناء على ان طلعت الشكوى بالظبط والتحقيقات بالظبط. ما انا بقول لحضرتك يعني يجينا الرد اما بالاجابه او بالرفض، احنا الامر بسيط يعني. بالظبط. وطبعا احنا 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 برضه في سبيلنا ان شاء الله يعني، ارجو ان هو يعني الامور يعني يبقى في سرعه البت في هذا الموضوع، المفروض يعني ما تبقاش بكره يعني. احنا الماتش ده يوم 12 يعني.
وان كان احنا برضه بنحتفظ بحقنا في التصعيد بعد كده. انا برضه مجهز ملف كامل للاتحاد الدولي في حاله ان انا ما خدتش حق عن الاتحاد المصري، واللي انا اتمنى ان شاء الله ان هم يعني يناقشوا الموضوع ويبتوا فيه من يعني يعرضوه على القانونيين وعلى اللجان المختصه في الاتحاد ويبتوا هذا الامر. وعلى فكره مش انا الواحد اللي انا اشتكيت، انا على فكره اشتكيت بعد برضه تيم اف سي برضه مقدم نفس الشكوى بنفس المؤيدات، لانه برضه هو كمان مستفيد، واعتقد بورتو كمان مقدم لانه هو كمان مستفيد. فاذا الموضوع لما يكون في ثلاث انديه مقدمه على طلب واحد، يعني على الاقل ان احنا يعني ست اللي هو حتى لو نادي واحد ما يتم البت في الشكوى، ما انت اكيد حضرتك يعني صرفت خلال الموسم ودفعت فلوس، وبالتالي لك حق ان انت بتدور عليه وبتدور عليه بادب وباحترام، ورايح بتنتهك كل القنوات الشرعيه. نقعد بقى نأخر من 30/4 واحنا النهارده 9/5، يعني قول 10/5 او داخلين، يعني ان شاء الله هيبلغوا حضرتك بنتيجه التحقيقات دي يوم 12 الظهر مثلا، ويقولوا لحضرتك احنا لا رفضنا لا وافقنا. مش عارف، احنا مش عارف نستلم والله، انا مش عارف. فانا يعني انا برضو انا بقى احنا بننتهج القرارات الشرعيه في التخاطب وفي التعامل بمنتهى الاحترام لجميع الاطراف طبعا، واحنا في النهايه احنا بنتنازع على امر ده لا يفسد ضد قضيه ابدا بيننا وبين بعض. هي كلها امور احنا بنتناقش فيها، اللي ليه حق ياخده، انا ليه حق يدهولي، ماليش حق يقول لي مالكش حق، والموضوع ببساطه يعني. فانا منتظر حتى الان، وارجو انه يبقى في بت في الموضوع يعني اقرب فرصه ممكنه، وبرضه بنحتفظ بحقنا. انا في النهايه برضه يعني هقاطع على حقي، انا مش هسيب حقي طبعا، يعني ده حقي انا وحق النادي بتاعي، وانا جاهز بكل المؤيدات اللي معايا. وارجو انه المسؤولين في اتحاد الكوره يعني يوصلهم صوتنا تاني المره، احنا رغم ان احنا بعتنا رسمي مره واثنين وتواصلنا تليفونيا، ولكن حتى الان مفيش رد يعني. فارجو ان شاء الله الفتره الجايه تشهد يعني حاسم لهذا الموضوع، عشان كل الاطراف تعرف حقها. الشكوى يعني قدمت الى وليد العطار المدير التنفيذي، السيد المدير التنفيذي اتحاد مصر لكره القدم، اتبعتت بالفاكس واتسلمت باليد في المرتين، عشان برضه لضمان وصولها وضمان استلامها في التوقيت اللي احنا محددينه. وانا منتظر البت في هذا الموضوع. والله كلنا منتظرين يا رب، يا مسهل مسهل يعني، يعني يا رب كده ياخدوا القرار بسرعه، اللي من 30/4 لغايه دلوقتي. يعني ده انت لو بتحقق في مشكله عويصه قوي، في مشاكل عويصه اكتر من كده بكتير. وبعدين استاذ اسلام برضه انا الف نصح حضرتك لحاجه بس، يعني هذا اللاعب النهارده بيمتلك باسبورين بجنسيتين مختلفتين، وعايش في مصر. طب الولد دوت لو عنده اي مشكله، لو ارتكب اي مشكله في مصر، ده يتحاسب ازاي؟ بالظبط، الناحيه الامنيه حتى، بلاش حتى من الناحيه الرياضيه. يعني ده يتحاسب تحت اي لا، دي جزئيه. انا بس عايز اسال حضرتك، هل تم استدعاء اي مسؤول من الانتاج الحربي للاستماع الى الشكوى؟ كنت قلت لحضرتك. طيب ادي واحد. هل تم الاستماع؟ هنحاول برضو نجيب حد من اتحاد الكره ولا من نادي الكهرباء الاسماع ليه، لان انا اللي افهمه الف ب في تقديم اي شكوى في الدنيا، بجيب الطرف المدعي والمدعى عليه، وبجيب الولد وبحقق في المستندات المقدمه من جانب المدعي، والامور بتمشي. طب انت بقى هتلحق من هنا لغايه يوم 12 اللي هو موعد مباراه كهرباء الاسماعيليه مع منتخب السويس، هتلحق تعمل ده كله؟ فيعني امر صعب جدا. يعني انا طبعا عارف ان يعني اتحاد الكره اكيد يعني عنده من الموضوعات وعنده من الامور كتير. أيوة، بس ده موضوع مهم برضه جدا جدا. طبعا طبعا، يعني ده موضوع بيحدد مصير فريق موسم كامل. طبعا بالظبط، لموسم كامل بمصاريف تعب بالزبط. بجهد للاداره واللعيبه والاجهزه الفنيه، سواء هنا او هنا، يعني انا بتكلم لاي فريق يعني.